كاين حتى شي تغيير لا في حي محمد لا حتى شي بلاصه والو. بيامات بن كيران عطا العثماني ما كاين حتى حاجه وكلها واقفه، العداله والتنميه كلها واقفه، عطيها الناس هذه هي اللي كاين. لا حتى حاجه حتى حاجه ما كاينه، ما كاين حتى شي حاجه. برك انا بالودوع الكاذبه هذه من واحد لواحد، نعطوها لواحد حتى شي حاجه ما بينه، ما غايكون لا انتخابات لا والو. ما حارش على هذا المرض اللي فيه وداك الشيء، بنادم باقي يسول انتخابات ما كاينش، كاين عندنا كورونا انتخابات لمن صحاب الفلوس يدوا عاوتاني الفلوس يدوا الصندوق ديالهم ويشوف حالاتهم، ما كايناش انتخابات عندنا كاع، عندنا المرض هنا عندنا ازمه. علاش غنتخب انا على هذا السيد انايا؟ ما كاينش انتخابات، انا تنقولها بعدا، انا تنقول ما انتخابات ما كايناش، البلاد واقفه، الدنيا مازمه، بزاف ديال المشاكل كاينه. ولا جينا نتكلموا على التغيير في اي حزب او اي حكومه كانت راه غيكون تغيير، ولكن هذاك التغيير واش مجدي بالنسبه للشعب والمواطنين، يعني وصلوا الحلول ام لا؟ هذا هو السؤال اللي تيبان لي انا، والجواب ديالي بان مادام المسيره غاده وفي ظروف خانقه اللي طرات في العالم اجمع، يعني تيبان لي بان المغرب باقي محافظ على التوازن ديالو، يعني هناك تغيير وهناك تسيير، والتسيير الفضل ديالو ما تصنفوش انا كمواطن لحزب معين او هذا، ولكن اصنفه للحكامه، اللجوء ديالو لصاحب الجلاله اثناء المشادات التي كانت بين الاحزاب وهذه، فتم التوصل ان وكلت له الامور في اطار اشراف حكامي. وهذا هو التغيير اللي بان لي انا، بان البلاد ماشيه وثابته حاليا رغم الظروف الاقتصاديه الخانقه من ناحيه الفيروس من ناحيه بزاف المسائل. خويا ما نكذبش عليك، ما بان لي حتى شي تغيير فهمتيني، ما كاين حتى شي حاجه، حيت انسان بنادم هنا في الحي الناس فهمتي ما كاينش خدمه، ما كاينش، ما باش لينا شي فرص عمل اللي دارت الحكومه ان اللي غادي تجازى عليها ولا شي حاجه فهمتي. بان لي ما كذبش عليك، انت كتشوف انا كنبيع ونشري في الدي سي، انا راه في العمر ديالي خصني شي نكون خدام في شي على الاقل في شي شركه ولا شي حاجه فهمتي، نقدر ندير باش انا فهمتي المستقبل ديالي وهادي يعني كيبان لي. والحل اخويا الحل هو خص داك راس الماليه اللي عندنا في البلاد تحرك شويه والتعاون مع الشباب فهمتي، نزعم شويه ما تبقاش اشاد الفلوس فهمتي، بدا يتحرك يخدموا الشباب فهمتي، يديروا الثقه في الشباب. الا ما كاينش الثقه في الشباب راه ما كاين حتى شي مستقبل في البلاد كامل اصلا، حيت سيدنا الله يجازيه بخير راه كيدير فرص عمل وكيدير بزاف ديال الحوايج، ولكن بوحدو راه ما يمكنش غادي تقاد الامور به بوحدو صافي، فقط خاص اللي يعاونو. هادشي اللي غادي نقول اخويا، غايجي عندنا القائد من حقه يقول لك نوض، حيت حنايا في هذا الملك عمومي وهادي، علاش حنا ما نستافدوش؟ الناس جاو من ورانا هنايا وخداو بلايص وهادي، حنا ولاد البلاد ما عندناش شي بلايص، علاش حنا ندخلوا شي سوق نموذجيه؟ حنا ما كراتش على الاقل بعدا شي فهمتي، شي عرب ديال المبادرات التنميه الوطنيه فهمتي، المهم تخدم بشرفك.